الشباب كانوا والبنات حتى على قد المسؤولية ولعبوا مباريات كثير قوية وأبدعوا بصراحة، يعني عكسوا صورة كثير حلوة عن كرة السلة الأردنية وعن الثري أون ثري بشكل أخص، لأنه ما صلهاش زمان، يعني إحنا زي كنا بنعرف صلها 3 سنين. فهذا المنتخب عم يبشر بالخير إنه في عنا لاعبين عمرهم 23 سنة قدامهم مستقبل كبير. نحن كتير فخورين إنه نكون الفريق العربي الوحيد، بس بنفس الوقت كنا ممثلين لجميع الفرق العربية، وهذا بالنسبة لنا فخر كبير. كثير استفدنا من البطولة، البطولة كانت المنافسة جدا جدا قوية، وإحنا وقفت معنا مبارح على مباراة عبارة عن نقطتين فقط، وغير هيك كانت أهلنا للدور الثاني، بس الواحد بتعلم من غلطه، فإن شاء الله للبطولات الجاي بنستفيد أكثر وأكثر. البطولة أعطتنا كثير إكسبيرينس، كنا من كل جيم نتعلم إشي معين. الفرق اللي كانت بمجموعتنا فرق مش سهلة بالمرة، هاي اللعبة عندهم متطورة أكتر، كانت أمريكا وروسيا. حطينا كل إشي عندنا بهاي المباراة وتعلمنا من أخطائنا، وكل حركة بتعلمك عن إشي معين. أما بالنسبة لآخر جيم صراحة حاولنا نساوي أكتر إشي عندنا، والحمد لله فزناها.